هل يجوز أن نقرأ القرآن على غير وضوء من المصحف؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أما مس المصحف لغير المتوضئ فأراه جائزا، ذلك لأن قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، منزل على الكتاب المكنون، وقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث في سنده مقال، فهو معلم بالإرسال.